موجز أخبار السياحة من جريدة وقناة أحواز براس، أهلا بكم. بداية، تشارك الجزائر في فعاليات كأس العالم التي ستحتضنها دولة قطر من خلال الترويج لوجهة الجزائر السياحية، خاصة المنتوج السياحي الصحراوي وكذا منتوجات الصناعة التقليدية، مما سيسمح ببلورة أوجه تعاون جديدة ومستحدثة مع دولة قطر في مجال السياحة والصناعة التقليدية، لا سيما فيما تعلق خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد والذي سيتعزز بصدور النصوص التطبيقية الخاصة به في القريب العاجل. هذا واستقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة سفير جمهورية كوبا بالجزائر أرماندو فيرغارا بوينو للتباحث حول الفرص المتاحة لدعم العلاقات بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية. هذا وأكد وزير السياحة على ضرورة تحضير مشروع مذكرة تفاهم يجمع أهم المحاور التي من شأنها الدفع بالمجال السياحي وتسطير خارطة طريق واضحة المعالم لتشمل لا سيما مجال السياحة العلاجية الحموية المغامراتية والسياحة الإيكولوجية، وكذا تنسيق لوضع شراكة فعلية بين مختلف المتعاملين السياحيين لكلا البلدين، فضلا عن خلق فرص للتعاون وتبادل الخبرات في ذات المجال. وإلى خبر آخر، حيث تنظم وزارة السياحة عطلة لفائدة 30 طفل من ضحايا الحرائق للتكفل النفسي والمعنوي بهم الحرائق. وحسب بيان لوزارة السياحة، سيقضي هؤلاء الأطفال مدة 3 أيام بفندق بقارون ببلدية القل في ولاية سكيكدا ضمن برنامج ترفيهي متنوع. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام موجز الأخبار من جريدة وقناة أحواز براس. دمتم في رعاية الله وحفظه.